بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. هنكمل مع بعض النهارده شابتر الاندوكرينولوجي، وهناخد المحاضره رقم 3، وهنتكلم فيها عن الادرينال جلاند او السوبرارينال جلاند. انت قاعد في العياده وبعدين جالك ولد شاب جميل عنده 23 سنه، مامته بتقول لك الولد ما عادش بياكل، متوتر دايما، ما بينامش، حس ان هو تعبان. انت بتقص الهارت ريت لقيتها 140 بيت بير مينت، يعني عاليه شويه كتير. بتقيس الضغط لقيته عالي كمان، خاصه السيستوليك، على طول بتروح تفكر في الهايبرتنشن. في الهايبرتنشن بتطلب له السي بي سي والكرياتينين بسرعه. السي بي سي عشان تشوف الهيموجلوبين جاز الفيسكوستي بتاعتنا تكون عاليه، الكرياتينين بتطلبه طبعا عشان تو اكسكلود الرينال امبيرمنت، سبب الكلى في رفع الضغط. لكن نتيجه التحاليل حلوه زي الفل، الكرياتينين 9/10 والهيموجلوبين بتاعه 13 جرام بير دي ال، ده كويس جدا. طب وبعدين؟ نفتكر المحاضره بتاعتنا ونروح نعمل له ام ار اي علشان نشوف ايه دي اللي احنا هنشوفه النهاردة ان شاء الله. لما ناخد الادرينال جلاند ونناقش بسرعة الادرينال كورتكس، ومرة تانية نناقش الادرينال مضلة. الادرينال جلاند بتتكون زي ما قلنا من كورتكس ومضلة. الكورتكس بتبقى يلوش ان كلر، وبتمثل من 80-90% من الجلاند، يعني معظم الجلاند بتاعنا كورتكس، والنص اللي جوه ده بيبقى مضلة، يبقى الجراي. خلي بالك كلمة جراي دي بتفكرني بالسي ان اس. الجراي اريا اللي جوه دي هي عبارة عن السوبرارينال مضلة، لكن الكورتكس اللي بتبقى يلوش لبره دي، يبقى اللي بره دي هي الكورتكس، واللي جوه دي هي المضلة. الكورتكس من 80-90%، المضلة بتبقى حوالي 10%. أربع كلمات مش عايزك تنساهم في آخر المحاضرة، والأربعة بيبدأوا بالإس: salt, sugar, sex, stress. طيب تيجوا نناقش الموضوع الأول ونشوف السوبرارينال جلاند. زي أي جلاند بتتكون من حاجتين: استروما وبارينكيما. الاستروما بتتكون من ثلاث حاجات بنحفظهم: كبسول، ترابيكولي، وريتيكولار نيتورك. الكبسول دي عبارة عن كفرنج من بره، وبيبقى عادة معاها فات كونتينوس مع الرينال بيت. لكن الفايبرس كبسول دي بينزل منها ستة، بتقسم للجلانس لكومبارتمنتس. هذه الكومبارتمنتس زي ما هي واضحة قدامنا، ممكن نشوف فيها الكورتكس والمضلة، ممكن نشوف فيها الزونيشن اوف ذا كورتكس، ممكن نشوف الزون نفسها متقسمة الى كومبارتمنتس. كمان من ضمن الترابيكولي، من ضمن فوائد الترابيكولي، ان هي بتشيل البلاد فيزلز وتدخلها جوه الجلاند. وطبعا الفاسكولاريزيشن زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت مهم جدا جدا في الاندوكراين جلاندز. الادرينال كورتكس قلنا ان هي بتتكون من 3 زونز. الزون الاولانيه بنسميها زونه جلوميرولوزا، الزونه الثانيه بنسميها فاسيكولاتا، والثالثه بنسميها ريتيكولار. يبقى عندي كام زون؟ 3 زونز. 15% زونة جلوميرولوزا، 78% فاسيكولاتا، 7% ريتيكولاريس. ارقام صعبة شوية، لما تيجي نعدلها كده جايز تتحسن شوية ويبقى رقم مميز. يعني مثلا ممكن نعتبرها 17-77-7، اللي رقم تليفونه بالشكل ده يتصل بيا ولا يهم. كمان الزونز دي ترتيبها بيمثل لنا شوية مشكلة، هي الفاسيكولاتا في الاول ولا ريتيكولاريس في الاول؟ لا انا اقول جلوميرولار فلتريشن ريت، وطبعا ده اشهر انفستيجيشن بنعمله في حالات الكيدني، احنا برضو ما طلعناش بره الكيدني، سوبرا رينال. يبقى الجلوميرولار فلتريشن ريت جلوميرولوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريس، الارقام بتاعتنا 17-77-7. تعالوا نشوف الاستراكشر بتاع الثري زونز. يبقى احنا قلنا عندنا الزونه جلوميرولوزا وفاسيكولاتا وريتيكولاس. امال دي ايه؟ دي الكبسول، ودي ايه؟ دي المضله. زي ما احنا شايفين في البلوهستولوجي ما هوش قادر يفرق ما بين الثري زونز، فقام رسم خط كده وقال لك دي الزونه جلوميرولوزا، ودي الفاسيكولاتا، ودي الريتيكولاريس، وانت بقى ايه قسمها براحتك زي ما انت عايز. يعني عمليه الزونيشن ما بتبقاش واضحه قوي قوي لدرجه ان انا اقدر اشاور عليها في كل الاوقات.
ده رص بيقول لنا دي الزونة جلوميرولوزا، دي طبعا الكبسول، ودي الفاسيكولات كبيرة خالص لدرجة مش قادر يحطها في صورة واحدة، حطها في صورتين، وبعدين تيجي الريتيكولاريس، واخر حاجة المضل. ده بالالكترومايكروسكوب او بالسكاننج الكترومايكروسكوب الكبسول واضحة جدا، الجلوميرولوزا، الفاسيكولاتا، الريتيكولاريس و المضل. الزونة جولوميريولوزا، جولوميريولوزا من جولوميريولاي، يعني ايه جولوميريولاي؟ يعني هي كولامنر سيل بتاخد ارشت كلاسترز اللي هي المنطقة اللي فوق دي. لو الاحظ ان النيوكلاي بتاعتي واضحة فيها عن اللي تحت، ليه؟ لان السيلز بتاعتي ارانجد، فالارانجمنت هو اللي بيديني الديب كالر ده. يبقى السيلز بتبقى ارانجد ان كلاسترز، الكلاسترز دي بتاخد شكل الجولوميريولاي، لو ارسمها هتبقى كده. يبقى دي الزونة جولوميريولوز، يبقى هي كولامنر سيلز هيتيروكروماتيك نيوكلياي، والسيلز بتاعتي اهم كلمة عندي ما انساهاش هي الارشت كلاسترز او الجولوميريولاي دي. بالالكترون مايكروسكوب دي استيرويد سيكريتنج سيل، وفي الاسترويد سيكريتنج سيل بركز على ثلاث جمل. اول حاجة ويل ديفولوبد سموث اندوبلازميك ريتيكولا، رقم اتنين الميتوكوندريا عندي بتاع بتبقى إيلونجيتد، والكريست بتاعتي تيوبولر، ما اقولش عليها ابدا شيلف لايك، لكن تيوبولر كريست. الحاجة التالتة وجود الليبيد دروبلت. يبقى دول التري ايتمز ايه اللي لازم الاقيهم في الاسترويد سيكريتنج سيل، وده هتمشي معانا في كل الزونز اللي جايه بعد كده. لكن الفانكشن بتاعت الزونه جولوميريولوزا بتفرز المينرال وكورتيكويدز، خاصه الالدسترون. الالدسترون بيشتغل فين؟ بيشتغل في الكيدني. فين في الكيدني؟ في الديستال كونفوليوتد تيوبول، عشان يعمل ايه؟ يعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، يبقى بيحافظ لي على البلاد بريشر. يعني لو انا عايز اعالج البلاد بريشر ادور على الالدسترون ده، ابوظه ولا اكتره؟ لا، اقلله، اقلل الافكت في الالدسترون اللي هو عامل لي الريتينشن للووتر والصوديوم. طب مين اللي بيعمل له كنترول؟ جاي ازاي يساعدني شويه في العلاج؟ الريس ده سيستم، اسمه ايه السيستم ده؟ اسمه رينين انجيوتنسين الدسترون سيستم. يا سلام لو اتداخل مع السيستم ده، يبقى مفيش الدسترون، يبقى البلاد بريشر بتاعي هيتظبط. دي فكره مجموعة كبيرة من الأدوية بنتعامل معاها في، خاصة في المرضى الهايبرتنشن. عشان كده أنا دايما بقول اللي مذاكر اندوكراين كويس هيبقى قاعد في العيادة بتاعته مستريح ومبسوط، ومستني أي مريض هيقدر يتعامل معاه، سواء هو كان بيشتغل في البطنة أو في الجراحة، سواء في الاندوكراين أو برا الاندوكراين. الاندوكراين من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلينا نحط إيدنا على معظم التشخيص. ده الريس، الريس ده الريس. ايه هو الريس؟ ده الرينين هيروح على الانجيوتنسين 1، يعني اللي بيقول في وجود الانجيوتنسين كونفرتيز انزيم ل2، هذا ال2 هيروح للادرينال كورتكس يطلع الالدسترون يعمل لي صوديوم اند ووتر ريتينشن. امال هو طالع ان ريسبونس لمين؟ الالدسترون ده طالع ان ريسبونس لمين؟ للسمباثيك ستيميوليشن، لهاي بوتنشال، لديكريز صوديوم ديليفر. الحاجات دي كلها بتخلي الالدسترون بتاعي يعلى. يبقى احنا كده خلصنا الزونه جلوميرولوز. نشوف الزونه فاسيكولات اللي هي الكبيره دي اللي بتمثل 78%. بتتكون من ايه؟ من بولي هيدرسيل باردو، والنيوكلياس باردو هيتيروكروماتيك او كوندنسد نيوكلياس، لكن بتتميز بان السيلز بتاعتي في صوره فاسيكلز او كوردز. فاسيكل او ايه؟ او كوردز. طبعا في كل الاحوال بركز جدا على البلاد كابيلرز. لكن لما هنعرف ان الفانكشن بتاعت الزونة في السيكولاتا بتفرز الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيزول، نلاقي الاكتيفيتي بتاعها عالي جدا. فمن كتر ما فيها من ليبيد دروبلتس بيدوب اثناء تحضير الشريحة، ويخلي لي السيلز بتاعتي سبونجي انشي. عشان كده بتسميها سبونجي وصايف. موجودة فين؟ في الزونة فاسيكولاتا. اهي دي السبونجيوسايت، ودي السبونجيوسايت، والسيلز بتاعتي ارانجد ان فاسيكلز او ان كولمز. في الالكترون مايكروسكوب خلاص التلاتة مش هنوقف عندهم، لكن اوضح حاجة عندي هنا في الالكترون مايكروسكوب هي ايه؟ هي الليبيد دروبلتس. يبقى الليبيد دروبلتس اللي هي حرف ال ده هو اوضح حاجة في الزونة فاسيكولات. عشان كده بنقول ان الزونة فاسيكولات بتفرز ايه؟ الجلوكورتيكوز، واحيانا تفرز ايه؟ شويه اندروجين اندر ذا افكت اوف ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اللي جاي من البيزوفيلز بتاعه الانتيرور بتويتري. اللايت مايكروسكوب بتاع الزونه ريتيكولاريز، وده اخر زون،
السيلز بتاعتي انستيموزنج كوردز. انستيموزنج كورد الثيكنس بتاعنا قد ايه؟ 7%. بس يا دكتور ده الثيكنس هنا اكتر من الثيكنس هنا، وانت بتقولي هنا 17. ازاي بقى الحكايه دي؟ طبعا لان الدايمتر هنا قليل، فالثيكنس مهما يزيد برضو الحجم بتاعي قليل. ليه؟ لان الدايمتر بتاعي قليل لكن فوق الدايمتر كبير، فس لو الثيكنس قليل برضو يفضل ال 17% اكتر من ال 7%. فيها تو تايبز اوف سيلز، في لايت وفي دارك، طبعا بيعتمد على النيوكليس والاكتيفيتي. لكن اهم حاجه قلت لك ان السيلز بتاعتي ارنجت في انستيموزين كورد زي ما انت شايف كده، لا هي كولونز ولا هي جلوميرولاي، لكن بتبقى ريتيكيولاي، يعني شبكه، اهي شبكه اهي من السيلز. هذه السيلز بتبقى فيها ليبيد او اللايبوفيوسين بيجمنت، وده اللي بيخلي لونها اصفر. يبقى نفس الايتمز اللي اتفقنا عليها بتاعت الاندوبلازم بتاعت الاي ام ماشيه معانا ثابته زي ما هي. الفانكشن بتاعتنا بتفرز السكس هرمونز او الاندروجينز، مينلي الدي هيدرو ايبي اندروسترون اللي بنسميها دهيه، او دهيه اس لو حطينا فيها سلفيت جروب. دي الاكشن بتاعها بيشتغل، طبعا دي موجوده في الميل والفيميل. الاكشن بتاعها فيرلايزنج، يعني مسؤوله عن السكندري سكس كاركترز، وكمان ليها انابوليك افكتس بتاعهم ضعيف لكن مهم جدا في الايرلي لايف. الادرينال مضله، احنا كده خلصنا الكورتكس. لو هنتكلم على السوبرارينال مضله، هي الجزء الغامق اللي جوه ده، الجري اللي جوه ده بنسميه السوبرارينال مضله. طبعا ستروما وبارينكيما، البارينكيما عباره عن كروموفين سيلز والجانجليون سيلز. الكروموفين سيلز اللي هي السي سي دي، والجانجليون سيلز اللي هي الان سيلز دي. يبقى انا عندي الكروموفين سيل والجانجليون سيل. الكروموفين سيل بولي هيدرال سيل، اللايت مايكروسكوب بيقول ايه؟ بيقول ان السيلز بتاعتي عباره عن بوست سينابتيك نيرون. ليه؟ لان بيعتبروا الرينال مضله ما هي الا جانج سيمباثيتك جانج، علشان كده في بري سينابتك وفي بوست سينابتك. البري سينابتك دي فايبرز جايه من السباينال كورد، بتعمل انرفيشن لمين؟ بتعمل انرفيشن للكروموفين سيلز. يبقى الكروموفين سيلز تعتبر ايه؟ بوست سينابتك نيرون. فيها فيزيكولار نيوكليا، يعني فيري اكتيف سيل، والسيتوبلازم بتاعي بيزوفيليك، يعني فيه ار ار كتيره. يبقى انا بتكلم عن بروتين سينسيسايزنج سيل. لكن ما يميزها في اللايت مايكروسكوب ان هي بتتسبغ بالكروميوم، ومش كل السيلز عندي بتتسبغ بالكروميوم، فبنسميها كرومافين سيلز. بالالكترومايكروسكوب هي بروتين سينسيسايزنج سيل، لكن على طريقتين او على شكلين. الشكل الاولاني بتبقى الجرانيولز بتاعتي كبيره بالشكل ده، فبنعرف ان دي السيلز اللي بتفرز لي النور ابينفرين او النور ادرينال. لو كانت الجرانيولز بتاعتي الصغيره بالشكل ده، فبنقول دي السيلز اللي بتفرز الادرينال، يبقى دي الابينفرين سيل ودي النور ابينفرين سيل. الاحظ ان الجرانيولز بتاعت النور ابينفرين دي حواليها حاجه زي هاله كده، كما لو كانت جوه فيزيكلز. الجانجليون سيل بقى دي عباره عن سمول سيلز. الجانجليون سيل عباره عن ايه؟ عن سمول سيلز موجوده في جروبات ما بين الكروموفين سيل. فيها الكاركترز بتاعت الاوتونوميك جانجليون سيل، علشان كده الخليه دي بتشتغل جانجليون برضو هي كمان. فبتعمل ايه؟ بتعمل نيرف سبلاي للبارينكيما بتاعت السوبرارينال كورتكس، وتقف عند كده. لا ده بتعمل اوفر تايم، عندها شغل بره. بتشتغل ايه بره؟ برضو بتشتغل سيمباثيتك جانجلي اكستند اوتسايد الجلاند، علشان تمشي مع السبلانكنيك نيرف وتوصل لكل الفيسرا بتاعت الابدو. يبقى احنا كده خلصنا السوبرارينال جلاند كورتكس ومضل. لو هنلخص القصه هنلاقيها ببساطه شديده، قلنا جلوميرول فلتريشن ريت، جلوميرولوزا فاسيكيولاتا ريتيكولاريس، وبعد كده تيجي المضله فيها تو تايبز اوف سيلز، الكروموفين سيل والجانجليون سيل. لو بنشوف باللايت مايكروسكوب مفيش حاجه بتميزها غير ان دي كولامنر وموجوده في كلاسترز، دي كولامنر وموجوده في فاسيكلز، دي كولامنر وموجوده في انستيموزين كورتس. سهل الكلام، سهل الكلام جدا. هنا اللايت مايكروسكوب بوزيتيف كروموفين رياكشن وفيزيكولار نيوكليس وبيزوفيليك سيتوبلازم، لان هي بروتين سينسيسايزنج سيل. لو بشوف الالكترومايكروسكوب الثلاثه اللي فوق حاجه واحده، ايه هي؟ اتفقنا عليهم، السموث اندوبلازميك ريتيكولم، الميتوكوندريا شكلها ايه، وبعدين اخر حاجه بنتكلم عليها هي الليبيد دروبلت ومعاهم اللايبوفيوسين
بيجمنتس وايه الفاريابيليتي، بنبقى مركزين هي فين اكتر، دي فين اكتر ودي فين اكتر. يبقى احنا كده خلصنا السوبرينال كورتكس. لو بتكلم عن الالكترومايكروسكوب بتاعت الكروما فين سيل، فانا بتكلم عن بروتين سينثيسايزنج سيل. الفانكشن حافظينها المينرالو كورتيكويدز خاصه الالدسترون، جلوكو كورتيكويد خاصه الكورتيزول. هنا السكس هرمونز اللي احنا اتفقنا عليها، ده هي وده هي اس. هنا الكاتيكولامينز ادرينالين اند نور ادرينالين. الحكايه مش عاجباك وطب تيجي نسهلها كمان شويه. دي الكورت، دي المضله، ودي الكورتكس 3 زونز. طب تيجي نبص كده، دي زونا جلوميرولوزا فاسيكيولاتا ريتيكولاريس، ودي المضله. سهل الكلام خالص. طيب دي بتفرز ايه؟ دي بتفرز المينرالو كورتيكويد، ودي بتفرز الجلوكو كورتيكويد، ودي بتفرز اندروجين، ودي بتفرز الكاتيكولامينز. ما اضفتلناش انت حاجه يا دكتور. لا طب تعالى تيجي نبص على اللي جايه دي بقى. ليها علاقه بالسولت، دي لها علاقه بالشوجر، دي لها علاقه بالسكس، ودي لها علاقه بالستريس. يبقى اربع كلمات: سولت شوجر سكس ستريس. حفظت السوبرا رينال جلاند لان السولت ريليتد للمينرالو كورتيكويد، الشوجر ريليتد للكورتيزول، السكس اللي هي ريليتد بالاندروجين، والكاتيكولامين ده بتاع الاستريس. اللي هما موجودين فين؟ في الزونا جلوميرولوزا فاسيكيولاتا ريتيكولاريس والمضله. طبعا مش هننسى احنا الحروف دي. طب كويس، بس بقينا اللي بيعمل الاستيميوليشن للزونز دي ايه؟ رقم واحد الانجيوتنسين ده بتاع المينرالو كورتيكويد، الاي سي تي اتش بيشتغل على الاثنين، والمضله ده سيمباثيتك استيمولس. طيب الهرمونز اللي بتطلع اسمها ايه؟ المينرالو كورتيكويد اللي هو الالدسترون، الكورتيك وكورتيكويد اللي هي الكورتيزول والكورتيكوسترون، الدهيه والدهيه اس دول اللي هم الاندروجينز، الكاتيكولامينز الادرينالين، والنور ادرينالين. اظن ان كده الحكايه بقت سهله، وده برضه الاستاذ روس بيرخصها. قال الام ار اي نتيجته جت ايه؟ هي الفيوكروموسيتوم. الام ار اي بيقول ان الحاله اللي احنا كنا عارضينها في الاول طلعت فيوكروموسيتوم. ايه هي بقى الفيوكروموسيتوما؟ ده عباره عن تيومر بيجي في السوبرارينال المضل، فالكروما فين سيلز بتزيد قوي، فبيسموها فيو كرومو سيتوم. ده بينتج عنها كمية كبيرة من الادرينالين. هذا الادرينالين بيخلي ايه؟ بيخلي عندها هايبرتنشن وكارديك اريزميا وانكزايتي، ودايما المريض عنده احساس ان هو هيموت. فاكرين الولد كان جايين لكام سنة؟ 23 سنة. عشان كده انا بقول لك خلي بالك ان مش دايما فيه كرومو سيتوم بتيجي في الاطفال. 10% بتبقى اكسترا ادرينال، يعني ممكن الام ار اي يرجع لك نورمال وانت لسه متاكد ان هي فيو كروموسيتوم. يبقى 10% بتبقى اكسترا ايه؟ اكسترا ادرينال. و10% من الاكسترا ادرينال دي اصلا ما هياش موجوده في الابدومن. 10% من الحالات بس بتبقى موجوده في الاطفال، 10% بتبقى مالتيبل او بايلاترال، 10% اسوشيتد بهايبرتنشن. فانت لو لقيت فيه تاكي كارديا، ولقيت الانكزايتي، ولقيت الامبنجيدس ومفيش هايبرتنشن، برضه ما تحركش ذهنك بره المحاضره بتاعتنا اللي هي الفيوكروموسيتوم. 10% مالجنا، انت خلي بالك 10% فاميليا، تاخد الفاميلي هيستوري كويس. 10% بترجع بعد السيرجيكال ريموفل، عشان ما ترفعش دعوة على الدكتور وتقول ان العملية رجع ان هو ما شالش التيومر. لا، 10% بترجع تاني بعد العملية. 10% بنكتشفهم بالصدفة، علشان كده لازم نركز كويس اثناء الانفستيجيشن. الاليسون ديزيز، وده قلناه في المحاضره اللي قبل كده، في الاليسون ديزيز في هايبر بيجمنتيشن. سببه ايه؟ الاي سي تي اتش. اذا كنت انت بتقول لي ان هنا مفيش ادرينو كورتيكال هرمون، بيقل في الاليسون ديزيز. ما هو لما بيقل بيرتفع الاي سي تي اتش، فبيعمل البيجمنتيشن اللي احنا شايفينه ده. الكوشنج سندروم اللي هو ده بيبقى كلبوزه، وطبعا الكاركترز بتاعته مشهوره جدا لو ان الحالات قليله قوي، لكن اللي اكتر منه هو الكوشنجويد اللي ماشي على الكورتيزون وبيتلخبط معانا. تعالوا نشوف كده الاسئله بتاعت الام سي كيو. طبعا الاجابات هنلاقيها ان شاء الله مع البي دي اف. في النهاية بقول لكم شكرا جزيلا، ويا رب تكون المحاضرة كانت مفيدة بالنسبة لحضراتكم، وإن شاء الله أستنى دايما أسئلتكم، ونتقابل في المحاضرة اللي جاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.